السلام عليكم. حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من موجة حر شديدة وأمطار رعدية غزيرة على 4 ولايات جنوبية، وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطار رعدية ستتساقط اليوم بداية من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم على ولايتي تمن راست وعين قزام، بينما تجتاح بداية من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة 3 من فجر يوم غد الأربعاء موجة حر شديدة على ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، وقد تتعدى درجة الحرارة المتوقعة بهذه المناطق 48 درجة مئوية تحت الظل، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.